حملت بين ضلوعها حب الوطن، ورسمت بكلماتها عشق زايد، ابنة العين، شاعرة الإمارات ملاف. كتبت للعاطفة وأنشدت الغزل وتسيدها حب بلادي. يا ملح بالأشعار وينك من زمان، هاجت حور الشعر وضي، مدها عدل القصيدة ليلها قدرا. الليلة ملاف، أو كما يطلق عليها الإماراتيون بالشاعرة الخمسينية، تترجل من صهوة جواد الغياب لتميط اللثام عن وجهها، وتعلن ظهوراً مميزاً وإطلالة حصرية بكامل عنفوانها وتحديها وثقتها. شاعرة مميزة بتميز إمارة العين وشهامة رجال عجمان ومثقفي شارقة، فيها من كرم أهالي رأس الخيمة وأم القوين والفجيرة. شاعرة تفوح عطراً بعبق دبي دار الحي، هي المختصر المفيد، وهي السهل الممتنع، هي الفريدة الوحيدة، وهي من خضعت لها حروف القصيدة. وشان اللي توقف الشعار ساعت عدها مكارم الأخلاق في عيني، ثمان ولا في عين الناس يصعب عدها، لو لحقلك إذا يوزن أوزان ينكف عن هزله ويجحد ودها. مسي عليك بالخير. الشاعرة الإماراتية المميزة تأتينا من الإمارات بعبق الإمارات وتاريخ الإمارات وثقافة الإمارات الشعرية. كل شكر لك، ونقول لك يسعد لي مساك ملاف في عسيف. الله يسعد مساكم جميعا، ولي الشرف أن يكون موجودة وياكم اليوم، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على القلب، وتكون حلقة مميزة بوجودكم. يسعد لي مساك ونورتينا يا بنت الإمارات. وإذا ذكرنا الإمارات، الإمارات والكويت واحد، أكيد. فاليوم سعيدين لأنك متواجدة معنا في برنامج عسيف، ويا هلا فيك. أنا سعد، وأكيد أن الإمارات والكويت قلب واحد، صح. وأخوان، والكويتيين في قلوب كل الإماراتيين. يا قلبي. اليوم إذا نبي نذكر ملاف، ولا الأقرب إلى القلب أم حمد؟ ملاف وأم حمد في نفس المكان، اعتبرهم كلهم اعتبرهم الاقرب للقلب. طبعا ما شاء الله عليك، نشوف جمال في الشعر وجمال في الشكل، ليش مختفيه في الظهور على التلفزيون؟ يعني مختفيه وايد مو شويه، فعندنا عتب عليك. فكرت ان الظهور في التلفزيون يحتاج نضوج فكري، نضوج تكون عندي تجربه مميزه أني أطلع أقدمها للناس. لما حسيت نفسي جاهزة مستعدة أقدر أقدم شيء مشرف، فكرت أني أطلع. جميل. طبعا ملاف، أنت بداياتك كانت في التسعين، وطبعا أول لقاء في برنامج عسيف في الكويت، يعني هذا أول لقاء تلفزيوني لك، فش كثر شيء كذي حسيتي شيء جديد عليك؟ هو كان عندي برنامج في الإمارات قبل سنة تقريبا، كان لقاء بسيط، وهذا يعتبر اللقاء الثاني خارج الإمارات. ولأن ما شاء الله برنامجكم برنامج مميز وقوي مميز بضيوف طبعا وبوجودكم وإعدادكم، ففضلت أن يكون ظهوري في المكان الصح. جميل. نشكرك أنك خصيتينا بالتحديد في عسيف بظهور الأول بشكل نقول رسمي للشاعرة ملاف الإماراتية. اختيارك للقب ملاف اسم غريب نوعا ما، طبعا معناته الشخص القريب للقلب. القريب للقلب. لقب ملاف، كنت محتاجة أنشر قصيدة ومحتاجة لقب بشكل سريع وبدون ما يكون مشابه أي لقب. اتصلت بصديقة قلت لها أعطيني الحين لقب. ها مساعدة صديق يعني. فقالت لي ملاف، قلت خلاص ملاف. فاستمريت ولين الحين على المستوى الشخصي في حياتي
الناس ينادوني ملاف، ما يعني حتى في حياتي الخاصة يعني حتى ملاف خلاص. ملاف خلاص. وتصدقين اسم ترى على فكرة دكتور طالب اسم مميز يعني ما شاء الله عليها صديقتك مساعدة كانت جميلة. ملاف طبعا احنا حابين نستغل وجودك، وبما ان انت اليوم راح تطلعين معنا طلعتي في هذا البرنامج نبي شعر جميل من أشعارك اللي دائما المميزة. أقول يا هند دارت بي رحى أيامي، يا هند دارت بي رحى أيامي، ونياب عدة ودها تدميني، قالوا أحلامك قلت لب أحلامي، مدفن أحلامي لينها ترثيني، راسي يشوشها الصعود السامي، ولا النواقص مو الماء تعنيني، يضيف فخر لسيرتي وارحامي، عشان باكر سيرتي تحكيني، أضحك وكيد الحزن كيد الزامي، وأقول ما بي شيء لو هو فيني، واليوم أضحك وكيد الحزن كيد الزامي، وأقول ما بي شيء لو هو فيني، والدمعي تساكب وانهمر قدامي، وعضيت إبهامي قهر من عيني، يوم خذلتني وانصرت ظلامي، وهلت دمعها كأنها تعصيني، يا قهر كبدي من الحصيل العامي، وقلب تجرع مرة التسعيني، عبر خنقتني وسكنت فنسامي، قصة شرايين الصبر نصيني، عرفت من عندي ومن لوامي، وعرفت أحبابي من معاديني، ليت الزمن يرجع وعيد أرقامي، وامحي أسامي قبل لا تمحيني، والله ما طب الثرى أقدامي، لي ما يقدرني ولا يداريني، ينغام بتشديت عود أيامي، وارسلت لتقافي عسد جديني، شي الحل في ناس تودي لامي، وذت طموحي قبل لا تذيني. الله صح لسانك ملاف، طبعا كلمات أكيد جميلة ومميزة نفسك على هذا الإلقاء الجميل. ملاف شلون تعلمتي وزن الشعر وبحوره، وهل كل شخص ممكن يقدر يتعلم الشعر؟ الشعر موهبة وفطرة، ما أعتقد أن الشعر الواحد يقدر يتعلمه، إذا ما كان عنده الحس الشعري وما كان عنده الموهبة، ممكن أن الموهبة يطورها، يتعلم وزون الشعر، يتعلم البحور، يطور من نفسه من تجربته، أما أنه يقرر أنه يصير شاعر ويقول بتعلم الشعر صعب. أعتقد صعب جدا. وإنت يعني ورثتي هذا الشعر من الأهل، أكيد في عندك من الأهل أحد شاعر؟ أكيد العائلة كلهم شعراء. كلهم شعراء؟ كلهم شعراء. فهذا أجمل. الأب وأخوات ورثتي منهم هذا الشعر؟ كلهم. جميل. يمكن الشاعر فعلا يتأثر بالبيئة المحيطة فيه والبيئة اللي يعيشها. اليوم عندكم الثقافة الشعرية في الإمارات في أوجها، يعني اليوم صراحة إحنا نغبطكم على الشيخ محمد بن زايد، اليوم أبو خالد يعلو بالشعر ويعلو بهذه الثقافة وهذا الإرث التاريخي في الإمارات. مثل ما يقولون الشعر مر في مرحلة وانتشل الشعر من يدينا أبو خالد، صحيح، وعلى فيه في شاعر المليون، ويمكن منصات ثقافية شعرية كبيرة في الإمارات. صحيح، الشيخ محمد بن زايد يعني داعم كبير للشعر للشعراء ولأي شيء يخدم الثقافة. صحيح. الثقافة العربية ويخدم اللغة العربية. وبخصوص شاعر المليون، الشيخ محمد بن زايد برعايته هالبرنامج الضخم اللي طلع. صحيح. شعراء على مستوى الخليج، مش على مستوى الإمارات بس. صحيح. ونجوم طلعوا من هالبرنامج. يعني البرنامج هذا يعني الشيخ محمد بن زايد حاط فيه أمل كبير وحاط آمال كبيرة على الشعراء اللي يكونوا موجودين، والحمد لله أن البرنامج من نجاح إلى نجاح، النتيجة مستمر لنا الحين، لأنه يمكن صنع منصة راقية للشعر فعلا، ارتقت فيها شعراء كثار مو بس بالخليج، حتى الوسط العربي بشكل عام. أكيد. أعطى للشعر قيمة ووضع الشعر في المكان المناسب له في هذا البرنامج. صحيح. صحيح. ما يعني والدعم لما يكون في دعم صحيح
تلقى الشعارة يجونك من كل مكان، مقبلين ما دام في شخص يدعمهم وفي شخص بيقدمون الأفضل، دائما يقدمون الأفضل ويكون في روح تنافسية بين الشعراء. وبعد طبعا الشيخ محمد مو بس داعم كبير للمواطنين أيضا للوافدين، فهذا شيء مميز وطبعا كلنا احنا فخورين في هذا الشيء في الكويت وفي الخليج والوطن العربي. اليوم أنا إذا بتكلم عن قصايد مولاف، طبعا القصايد فيها حماس وفيها مواقف، لكن وينها عن الغزل والأشياء العاطفية؟ أنا دائما يقولون لي شاعرة الوطن، أغلب قصيدي وطني، أحب أكتب في الوطن. دائما أقولهم مقولة، الغزل سهل وكل حد يقدر يكتب فيه، لكن الأصعب لما تكون رسالة وطنية، أنك أنت قاعد تأثر في مجتمع. بس يقولون دائما الشاعرات يعني يبتعدون عن الغزل للإحراج. للإحراج لا، ما أن دائما مثلا الشاعر كشاب أو رجل متاح لأنه يتغزل، ممكن، لكن الامرأة نوعا ما صعب وسط هذه القيم والعادات اللي موجودة في الخليج. هو ممكن يعني أنه ممكن فيها جانب كبير من الصحة. هل هذا اللي خليج شوية تبتعدين؟ فيها جانب كبير من الصحة، فيها جانب كبير، يعني ممكن أن شاعرها ما يكون وضعها لما تطلع تتغزل قدام الملأ نفس وضع الشاعر. الشاعر تتقبلها منها بكل أريحية، صحيح. بس الشاعرة تأخذ، لو عجبتك القصيدة بس تأخذ جانب شوي منها. خل نسمع شيء تختارين لنا. أقول يا ملهم الأشعار وينك من زمان، يا ملهم الأشعار وينك من زمان، هاجت بحور الشعر وأبغي مدها عد القصيدة هليلها قدرا، وشان اللي توقف الشعار ساعة عدها مكارم الأخلاق في عيني ثمان، ولا في عين الناس يصعب عدها، لوله عقلك إذا يوزن أوزان، ينكف عن الهزلة ويجحد ودها، والثانية في الدين أمان وضمان، والنفس عن حوض المحاصي سدها، والثانية في الدين أمان وضمان، والنفس عن حوض المعاصي صدها، والثالثة بالجود يطريك الزمان، لو رحت تبقى مدتك لتمدها، والرابعة لسانك إذا ما صنت صان، وإذنك عن النقال شوري تسدها، والكلمة اللي يستحي منها اللسان، إن كان بتجرح خويك ردها، والخامسة الفزعة وقول التم كان، وبشر بعزك في اللوازم بدها، والسادسة من أمنك سره أمان، احفظ أسراره ولا تبوح بسدها، والسابعة وعدك إذا توعد إنسان خلك كبر حجم الوعود وقدها، والثامنة حمل الأمانة امتحان، حتى الجبال تعذرت من شدها، ولا تقول أنا يدي فلان وبن فلان، ترى ونعم ما تاكل إلا كدها، والقلب لو هو من حجر بالطيب لان، وبالطيب تكسب كل نفس ندها، والنفس ضمرها على كسب الرهان، وخفف من مزاحك وكثر جدها، ولا تخون عشرة صاحبك ويقال خان، والنفس عن حوض الخيانة حدها، قصيدتي هذه فرس ما هي حصان، توقف التيمات يوم تهدها، لكن مدللة ما تلبس الجامو عنان، تشوف ظلت رمشها عخدها، لكن في الحكمة لها قولوا بيان، تنطق بمفهوم المعرب جدها. سلام. الله عليك يا مولاف، صح لسانك صح بدنك. يعني ما شاء الله شعر أحلى من شعر. مولاف، الاختفاء وراء الأسماء المستعارة، هل هذا الجانب تحفظ في المجتمع أم شيء شخصي؟ تأخذ الوجهين. الوجهين. في مرات يكون خيار شخصي، أني أنا ما أريد الناس اللي حولي يعرفون أني أنا هالشاعرة، أريد تقييمهم بدون ما يعرفون أني أنا اللي أكتب هالشيء، هذا جانب. في جانب ناس يخافون من عوائلهم، عندهم يعني كشاعرات، يعني تلقى عائلتها عندها تحفظ على الشعر وكذا، فتكتب اسم مستعار. بس ملاف اليوم إذا بغينا نتكلم عن الشعر، هو أدب أكيد، وأنت قاعد تقدمين شيء راقي وشيء يعني يشرف أكيد ملاف، وأكيد كل من يعز ملاف سواء من العائلة أو الأصدقاء. اليوم إذا بغينا نطلب منك اسمك الحقيقي، متى
ودك تنشرين اسمك الحقيقي ولا راح تتمين على ملاف في طول مسيرتك الشعريه؟ ترى قلت لك صار ملاف اكتسع على اسمي الحقيقي. ما تبي تقولين اسمك؟ غير اسمي الحقيقي الملاف الحين. جميل، لكن اسمك الحقيقي ما ودك تقولينه يوم من الايام؟ لا ما أعتقد. أول يوم مثلاً على الهواء. ما أعتقد. ملاف أقرب. ملاف أقرب. خلاص اسمك الحقيقي. أقرب للروح ملاف. جميل. اليوم سمعنا منك شعر الحكمة. إحنا دائماً متعودين عن الرجال هم يكتبون بهذه الحكمة، واليوم أيضاً استخدمتي الفزعة وبعض الأمور يعني اللي تخص خلينا نقول الجانب الرجولي أكثر. اليوم هل تحسين نفسك في هناك من يصد ملاف في الدخول في معترك القصيدة من الجهة الأخرى الرجال؟ يعني نقدر نقول أن الرجال يحاولون يحتكرون القصيدة أو الشعر لهم فقط؟ لا، أعتقد المجال مفتوح للنساء والرجال للشعر الأجمل، هو يثبت حضوره إذا كان رجل ولا يتقبلون؟ يتقبلون يتقبلون إذا كان الشعر قوي ومثبت حضوره يتقبلون. وعن تجربة شخصية يعني في بعض الشعراء يتحفظون من أمسية فيها شاعرة. ممكن لأن يقول لك يمكن شاعرة يمكن مستواه يكون ضعيف وأنا شاعر كذا وعندي جماهيرية وكذا، فيمكن بعد في جانب مثلا أمسية إذا كان في أمسية لشاعرة ما حد راح يحضرها. بس إذا السبب شو السبب؟ يعني بعطيك مثلا إذا أمسية لشاعرة أمسية عامة شاعرة قليل بيكون حضورها. ما أدري، حس الرجل نعيب يروح يحضر حق شاعرة. لكن إذا أمسية في الجانب الآخر الشاعر تلقى عادي سيدات يحضرون. صحيح. فهذا اللي قاعد يصير. يعني أهم السبب في تشكيك شاعرية المرأة ظاهر كذي، يعني في شيء صاير خلطة عندهم بس ما فهمتها. ولا ممكن إن نقول إن ممكن الشاعر يخاف من مستوى هذه الشاعرة، ممكن تكون أفضل. ليش نقول ممكن تكون أقل، ممكن تكون أفضل هذه الشاعرة؟ احتمال هو، وأنا أتوقع في الفترة الجاية يخافون الشاعرة. خل نسمع شيء، خل نخوفهم زيادة. أقول خلنا نقول الشيء. يلا نقول نقول يا ملا. أقول لا تحسب إني قاعدة أعد الأيام، الأيام تركض بي وأنا أرتجيها، لكن جرح الشوق سبب لي آلام أسرف حرق الكبد وجدي عليها، وأنا جروحي لو تصاغرت عظام، كوني أبيع الأرض للي يبيها بيعها، واستورد الحب لك خام من دولة ما داس غدار فيها، الحب هذا خلطته عشق وهيام، ينسيك هالدنيا بكرة أبيها جرعة غرامي كنها فطر صيام، كل العروق الضامية ترتجيها هيم بك والشوق طاغي وظلام، ما يرحم الأرواح لو يعتريها، انقذ خفوق منه شاكي ومنظام، وتكفى خيول الهجر لا تمتطيها، انروحت ما ردها عنان والجام، الطير كن الله مسلط عليها، وانا كريمة نفس ربوني اكرام، ما هي نفسي لو لقاكي حييها، ان رحت نام الشوق والحب ما نام، وانا المقفي ردته مرتجيها، وانا من رحت راح الحب راح ان رحت راح نام الشوق والحب ما نام، وانا المقفي ردته مرتجيها، لا تسل سيف الهجر ويدودك احشام، والناس بالفطره تشابه الله. الله الله عليك يا منى، صح لسانك. اليوم انا باخذك حق السوشيال ميديا، من وجهه نظرك اليوم تشوفين ان السوشيال ميديا اخدمت شعراء وتركت لهم اسم، وهم بالاخص يعني مو عارفين وايد للشعر او ما يستحقون هذه الشهره. صحيح. السوشيال ميديا يعني تلاقي واحد فتح له حساب في الانستغرام ولا في تويتر ولا يحط له قدام اسمه شاعر. طيب منو اللي صنفك شاعر؟ وانت يعني نحن المفروض نحكم عليك انت شاعر او صنف نفسه. شاعر. انا يكتب انا الشاعر الفلاني ويعد مثلا ابيات. صحيح. دون المستوى. فهذا اختلط الحابل بالنابل. الحابل بالنابل في السوشيال ميديا، صرنا ما نعرف من الشاعر
ومنه اللي مستشعر يعني لقب الشاعر، لقب الشاعر والشاعرة صار كل حد شاعر وشاعرة. اليوم ملاف يمكن نشيطة في السوشيال ميديا ولك ظهور مميز لكن بصوتك فقط، هل يمكن بعد هذا اللقاء تحاولين تدخلين في موضوع أنه صوت وصورة؟ ما أتوقع يعني ممكن بظلين في الصوت فقط؟ بظل في الصوت أن أنا حابة أكثر ممكن إذا كان في لقاءات، لكن بتكون طبعا لقاءات أقل جدا لأني مش ما أحب الظهور المكرر، لكن أنا بستمر على نفس النهج. لكن أن الفكرة بعد هالبرنامج أن الناس عرفوا منو هاي ملاف اللي صار لهم كم سنة يتابعونها صحيح. وهم مش شايفين حتى ويها مش صحيح. شايفين لها أي لقاء بس ليش يعني هذا النهج؟ هل في هدف معين أني أنا بس ظهور صوتي؟ ما في هدف معين، لكن مرات تكتب القصيدة ودائما يكون في حد يعني مثلا في حدث معين وأريد أكتب أنشر القصيدة بأسرع وقت صحيح. تسجيل صوتي مؤثرات صوتية تنشرها أسرع وغير كذي ما في أي شيء ثاني بس هذا بس هو. ما تحبين الظهور، تحبين صوتك فقط على القصيدة؟ ما أحب كثير الظهور صراحة، ما يعني يمكن بعدني ما تعودت عليه، يمكن الفترات القادمة إن شاء الله تعود. تتعودين أكيد أكيد يمكن راح يكون المتابعين وايد يبغون يسمعون إن شاء الله. شو تسمعينا؟ سمعكم شيء أنت تحبينه، قصيدة غالية على قلبي من أغلى قصايدي، أقول والله إنك مجد عام بعد عام، والله إنك مجد عام بعد عام، واقسم إنا لك بعدنا مخلصين لو رحلت أفعالك البيض العظام، ترفض تسجلك ضمن الراحلين، أنت غرس أنت درس وأنت غرس وأنت هام، اسمك المحفور في قلبه جبين، اسمك اللي حط لعيالك مكان يوم قالوا عيال زايد فارقين، أنت خير وأنت غير وكل عام لك يسجل وقتنا سرا دفين، بن زايد غير عن كل الأنام، ومثل زايد منجبت بيض السنين حرف شعري ينسكب لك في غرام، بو خليفة فخر كل المسلمين. السلام الله عليكم. رمز من رموز الخليج والعرب الشيخ زايد عسى الله يرحمه، ويمكن نشوف هو اللي حببني في الشعر. عجيب الله، أنا لأني أحب شخصية الشيخ زايد الله يغفر له الله يرحمه، وكنت أحب أكتب القصايد دائما عشان الله وأكتبها الله فيه يرحمه. الله يرحمه يا رب، أكيد كلنا يعني نحب رحمة الله عليه. اليوم من شوي احنا تكلمنا عن البرامج الشعرية وعن برنامج شاعر المليون، اليوم لو انعرض عليك برنامج ودك انه يكون بس للسيدات فقط، برنامج شعري؟ لا 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 ابدا، يعني تجاوزنا هالمرحلة خلاص. تخوضين مع الشعراء الرجال ما عندك اي مانع؟ فعلا كان عندي قبل فترة كانت امسية عندي شعرة في مهرجان الشارجة، كان جميل. عندي 6 شعراء في نفس الأمسية وأنا الشاعرة الوحيدة الله. وقبلها قبل لا أجيكم يعني بأسبوع تقريبا كنت أمسية مع شاعر، وكنتي مميزة جميل. في هذه الأمسية يعني. سمعنا ملاف أنك دخلتي في مشاركة شعر المليون وقبلوك رسمي، لكن صحيح. لظروف معينة أنت اعتذرتي عن المشاركة والدخول في البرنامج. صحيح، أنا شاركت في شعر المليون قبل كم سنة والحمد لله يعني اللجنة أجازتني. جميل. ولكن سبحان الله قبل لا يبدأ البرنامج فترة بسيطة صار لي ظرف وانسحبت من البرنامج. فخلاص خليناها عديناها خيرة وكملنا على السوشيال ميديا. ودك تشاركين مرة ثانية ولا خلاص؟ والله شاعر المليون دائما مفتوح، بس خلاص حسيت خلاص لما صار لي الظرف وطلعني من هالموقف حسيت خيرة خلاص يعني. ما شاء الله وشاعرات خواتي قاعدات من الإمارات، في عندنا شاعرات يشاركون وتاركين بصمة حلوة وفي شاعرات يمرون عليك يقولك احنا يعني نحب الشعر ونكتب الشعر لكن عندهم الخجل ما يبون يظهرون في التلفزيون ولا في الإعلام، وانت تحفزينهم انه لا طلعوا عادي؟ في نسبة كبيرة في شاعرات يعني
لما شافوا اني انا طلعت يعني تشجعوا وقالوا صحيح. خلاص نحن معاك، نحن قبل كنا في ناخذ امسيات نسائيه فقط، لكن الحين اذا انت بتروحين امسيه عامه نحن خذينا معاك، ترى نحن مستعدين تروحون معك، فعطيتيهم كذي قوه. قالوا نحن عادي مستعدين، خلاص نحن بعد غيرنا الاتجاه عن الجانب النسائي. ولكن يمكن استخدامك لبعض المفردات الخاصه في الاماراتيين، صح، تتعمدينها ولا هي كذي عفويه؟ لا عفويه. انا القصيده ابدا ما افكر صناعتها، تنزل علي القصيدة وتنزل أبيات مثل ما هي، حتى أحاول إني ما أعدل فيها، أحس إن سلاستها مثل ما وصلتني صحيح. أوصلها للناس، فمحاول حتى ما أغير شيء من ملامحها، من جمالها، من اللهجة. أبدا ما أحب صناعة القصيدة، ما أحب. هذه تعتبر ترى ثقة من الشاعر. الحمد لله. هي يعني أنا ما لي دور في هالشيء، موهبة أكيد. يعني رب العالمين أعطانا إياها. بس دائما في بعض الشعراء يعيدون صياغة قصيدتهم قبل لا يعلنونها، صحيح، يعتمدها يعني، صحيح. بس أنا لا، هم الصح، ترى هم الصح، لأنهم تطلع القصيدة يعدلون يسوونها بشكل مرتب ومزينة وكذا، وأنا أطلعها مثل ما جات على الفطرة. بس سبحان الله، اللي على الفطرة توصل القلب على طول. دائما الشيء العفوي يوصل القلب أسرع، ما يحتاج صحيح. جهد كبير. ملاف، متى تطوين الصفحات؟ نطويها الحين. أقول أطوي الصفحات، طوي لي الجنة، لا افتكرت ولا حفلت ولا حاتي، دام طيب أرواحنا ما سد عنا الجفا، لو طال تتبعها خطواتي، والسيوف اللي من الخلف غدرنا علمنا بالعقول الناقصات، ويا الكريم اللي يدينه غافلنا، طعنة الغافل تولد لحسراتي، لا تقول اخلاف لو كنا وكنا، خل قلبك للزمن وافعل شراتي، هو بكل انسان يحصد ما تمنى، هو بكل انسان يستاهل غلاتي، عشت عمري فارقة عن كل ظنة، وبكتمل عمري وانا هذه صفاتي، قلب ما ناله جميع اللي يونا، وفكر ما تغريه غير الكايداتي، فكر وظفناه في خدمة وطنة، وفكر وظفناه في خدمة وطنة، وروح فدوى للوطن بالنايباتي، عندنا في برمجة الإحساس فنة، نذبح عروق الغرام العاصياتي، عزمنا قاسي لو العود يتثنى، نصلبه صلب الفلاحي للعصاتي، من خلقنا الله ما كد يوم ثنى، عزمنا عن نيل كل المكرمات، خذ علوم العز وقرأ العلم عنا، ويخبرك تاريخنا بالمعجزات. الله عليك. الله عليك. جزلة وافية يا بنت زايد بقصائدك المميزة. عندك يعني حبكة شعرية خاصة وسياق شعري جميل، وتتجهين في القصيدة بشكل مباشر، صحيح، دون لف ودوران، جزالة في الشعر. هل هذه يمكن اكتسبتيها بالخبرة في كتابتك الشعر من سنة 90 احنا نتكلم، صحيح، اليوم سنوات يمكن كبيرة، ولا بصقل موهبتك في قراءة معينة لشعراء معينين، تأثرت في ثقافة شعرية معينة؟ لا بصراحة، يمكن مع الخبرة، مع السنين، كتابة القصيد وكذا، وما يمنع أن نقرأ ونتابع الشعراء مميزين، لكن الخبرة بعد لها دور. يعني مثلا تقرأ يعني قصايدنا قبل في التسعينات ما تكون بنفس المستوى قصايدنا الحين، فيعني لو طلعت أنا في التسعينات ما بكون نفس المستوى الحين، صحيح. ما بيكون نفس الأداء، ما بيكون نفس ال. تذكرين أول قصيدة كتبتيها؟ والله ما أذكرها، كنت صغيرة عمري 10 سنين. أول قصيدة 10 سنين، يعني قاعدة عند أهلي وقلت قصيدة لأبوي الله يرحمه، رحمة الله. كتبت، ما أدري، ما أتذكر موضوع القصيدة، وكتبت كذا أبيات وقلتها له. وشنو قال لك بنفس الوقت يوم اللي شاف القصيدة؟ كان عتب، يعني كنت زعلانة منه، الله يرحمه. قال انتي راح تكونين شاعرة أكيد. توقع الظهر. الله. ملف، الفترة القادمة يعني إن شاء الله الأيام الجاية، شنو مخططاتك؟ شنو ودك تسوين في مجال الشعر؟ يعني شوف بعض الشعراء في معرض الكتاب ينزلون كتب وأشعارهم، صحيح. ما ودك انتي تسوين هذا الشيء؟
ديوان شعري. ديوان وكذا. شعري أكيد يكون مميز في أشعارك. بالفعل أنا والله يتني فرص كثيرة أن يعني عروض دواوين شعرية وكذا، ولكن أحس أنه بعده بعد مش مستعدة أني أسوي ديوان شعري. في الآن يمكن موضوع الديوان الشعري المسموع فكرة يعني مميزة، ويسمع الشخص صوت الشاعر نفسه وقصيدة الشاعر. فعلا أنا هذا اللي ناوي أسوي، إذا فكرت أسوي ديوان شعري بسوي مسموع، لأن المسموع أفضل بالنسبة لي طبعاً. لأن دائما أحس قصايدي تنقرأ بطريقة غير اللي أنا ألقيها أكيد. فيمكن يكون يعني ما توصل للقلب مثل ما تكون بصوتي يعني. ما حد يحس بالقصيدة اللي كاتبها. صحيح. وانت تفضلين هذا الشيء؟ طبعا طبعا افضل اذا اتجهت للديوان بيكون مسموع ان شاء الله. جميل. شو تسمعين؟ اقول للغالي اللي يحس برضاي ويداري عليه، هذا بروحه في محل وكل الخلايق في محل، هذا حبيب القلب وإحساس المشاعر والديه، يرضى الذي يرضى ويزعل لي بعد وده زعل، يفهم عيوني من نظرها كل ما لدت إليه، وعيون خلي ما تنام إلا إذا جفني سدل، يا ويل حالي من غرام اللي طوقني يديه، ويا وجد حالي من فراق مول ما هو بالسهل، الغالي اللي لو رحل عني محال اعتاض فيه، الغالي اللي لو رحل عني محال اعتاض فيه، قولوا لكل منافسينه مالكم رجوة أمل، هذا تربع في خفوقي والمشاعر تهتويه، أسقيه من نهر المحبة ليتفجر في محل، يا عاذليني في غرام اللي غرامي مشتريه، لا تعذلوني في غرام اللي مشكل بي دول، أسس دول حبه بطيبة لخفوقي مشتريه، وأسس بها شعوب المحبة ليتفاخر بالغزل، يا حال مين بربع قدرة في خفوقي، إيه أحد يبدر بالسهل وحدا يناطح له جبل، محال يوصل قدركم ربع الذي المحبوب فيه، هذا بروحه في محل والكون كله في محل. السلام عليكم. صح لسانك ملاف. منو تأثرتي فيه بالشعر حسيتي أن أنت يوم اللي يكتب هذا الشعر أنه قريب إلى القلب بالنسبة لك؟ من يعني دائما الشعر تلقاهم فترة المراهقة وكذا دائما كانوا يقرون دواوين شعر وكذا، فأنا كنت أقرأ لخالد الفيصل. أمير خالد الفيصل. كنت متأثرة كثير في شعره. كثير كثير وايد يعني أحب شعره وأحب أسلوبه في الشعر. ومن الشاعرات؟ طبعا شاعرة الإمارات الأولى الله يرحمها عوشة السويدي، فتاة العرب عليه. هذه شاعرة تركت بصمة كبيرة جميلة في الإمارات. في بيت تأثرتي فيه؟ كثير ما تحضرني قصايد. كثيرة هي ما تحضرني. تأثرتي فيها بعد؟ طبعا عوشة السويدي كلنا نحن تأثرنا فيها، يعني من الشاعرة اللي صدق لها بصمة كبيرة وتكرمت يعني من الدولة وكذا، يعني لها أكثر من تكريم وتعتبر بصمة شاعرة إماراتية يعني ما مرت على الشعر الإماراتي مرور الكرام. صحيح. وتستحق ذلك على عطاءاتها وبصمتها في ثقافة الشعرية. كل شكر لك ملاف على وجودك اليوم معنا، خصيتينا بهذا الظهور الإعلامي في عسيف، سمعنا منك كل ما هو جميل. بلغي تحياتنا لأهل الإمارات الأعزاء، خاصة أهل الشعر والثقافة الشعرية في الإمارات اللي مميزين دائما ويبهرونا دائما. كل الشكر لك. وبعد شوي نبي ختام اليوم حلقتنا من
احد قصائدك اللي تختارينها. اكيد. كل الشكر لك على تواجدك معنا يا بنت الامارات اليوم، مو بس الامارات فخوره فيك، الكويت والخليج والوطن العربي ايضا ففخورين معاش. طبعا احنا نفس ما ذكر دكتور طالب راح نختم معاش، لكن قبل الختام عندي شكر خاص حق الميك اب الارتست من المملكه العربيه السعوديه ميعاد الحمد، كل الشكر لها. وراح نختم معاك في قصيده جميله. شو تسمعين؟ بما أنكم أنتوا حطيتوني في الإعلان شعارة الخمسينية أول شيء قبل كل شيء أشكركم على اللقاء. الله يسلمك. وأنا تشرفت بوجودي معاكم وهل الإمارات كلهم فرداً فرداً يردون السلام عليكم، حمليني السلام لكم. جميل. بقولكم أبيات صغيرة من قصيدة اللي سببت تسميتي من الشيخ محمد شعارة الخمسينية. يقول: يهاجس اشعاري اباك في حيه، اجمع سمان افكاري من اقصاها، واكتف ابو خالد قصيده حيه، تحيي عروق ودم من يقراها، محسوسه وملموسه مرئيه، ومتفرده باحساسها ومعناها، نوم سبها سيرتي الشعريه، وتنومس الجمهور من فحواها، قهوه قصيدي به استثنائيه، فنيال عز يعز من قهواها، ما بي قصيدة في سردها عادية، ودي بقوا فيها الفخر يكساها، وابعد عن الفكرة التقليدية، صف القوافي صف وتحداها، لأنها في معجزة الألفية، بخالد عيون الوطن وضياها. سلامتكم.